بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا شباب في الدرس الخامس من الفيديوهات اللي أنا بسجلها لبرنامج الوورد. أنا طبعا بعتذر عن إن بقالي كتير جدا ما بسجلش فيديوهات، أو وقفت بقالي فترة عن تسجيل الفيديوهات. أتمنى إن أنا يعني أكون ماشي معاكم بنفس الأسلوب إن شاء الله، ما يكونش فيه أي تغيير أو ما تحسوش بأي فرق عن الأسلوب الفيديو الأخير والفيديو ده. كنا وقفنا آخر مرة عند تنسيق الفقرات، اتكلمنا عن حاجة اسمها الفونتس أو الخطوط. تعالوا دلوقتي نبدأ نكمل أو ناخد الجزئية اللي اسمها الباراجراف اللي أنا بتحرك عليها بالماوس حاليا. دي عملية تنسيق الفقرات نفسها بتاعة الكلام. تعالوا نكتب كلمة كده أو شوية كلام ونكررهم أكتر مرة بحيث نكون مجموعة فقرات. السلام عليكم. أنا هاخد الكلمة دي كده كوبي بيست بحيث تتكرر كذا مرة. يعني انا كده بس بحاول ان انا يعني اعمل فقره، تمام، بحيث ابدا اطبق عليها اللي انا هتكلم فيه. انا هاخد دول كوبي مره تانية وبيست كذا مره كده، انا بقى عندي مجموعه فقرات. مبدئيا يا جماعه، لو انا واقف كده بالمؤشر هنا كده، لو انا عملت كليكتين، انا عملت سيلكت لكلمه السلام، يبقى كليكتين بتعمل سيلكت لايه؟ لكلمه. ايه ده ايه ده، ثواني كده يا جماعه، حد يفكرني وانا كنت بعمل سيلكت ليه؟ انا بعمل سيلكت علشان احدد كلمه معينه وابدا انفذ عليها. يعني لو انا رحت دلوقتي اخترت الفونت او اللون الاحمر، هيتطبق على الكلمه اللي معمول عليها سيلكت اللي هي السلام ده، بس للتذكره. طيب تعالوا، لو انا عملت وقفت هنا وعملت كليك 2 3، عملت ترابل كليك مش دبل كليك، عملت ترابل كليك 3 مرات، هيعمل سيلكت للفقره نفسها. يبقى هو ده مفهوم الفقره بالنسبه لي يا جماعه. طيب الفقرة دي بقى أبدأ أطبق عليها اللي أنا عاوزه. تعالوا كده نمسك الأربع حاجات دول. أول اختيار هنا كأنه هو بيتكلم يا جماعة، بيقول لي align text left، حازي ناحية الشمال. لو عملت كده كله هيروح ناحية الإيه؟ ناحية الشمال. طب لو أنا عملت كده هيتعمل له center أو ناحية أو في النص. لو عملت كده هيتعمل له align to right، هيروح ناحية اليمين. لو انا عملت كده واخترت اول اختيار اللي هو اسمه justify، كده عمل حاجه اللي هو بيحازي من اليمين ومن الشمال بالظبط يا جماعه، زي صفحات المصحف كده. طيب يبقى دي الاربع ايقونات دول. تعالوا نشوف الايكون دي معناها ايه. لو انا عملت كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي المسافه. اولا الايكون دي اسمها يا جماعه، تعالوا نقف كده لحظه، هيبان اسمها دلوقتي، اسمها line spacing، المسافه بين الخطوط بين الاسطر. طبعا هو معروف ان انت لو دوست انتر 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 انت بتنزل سطور فاضيه لتحت، بس انا بتكلم على ان انت لو بين السطرين اللي تحت بعض على طول، المسافه بينهم قد ايه؟ باي ديفولت بتبقى 1.15 من 100. لو انا عملت كده 2 كده، انا وسعت المسافه بين السطور يا جماعه، وما سبتش سطر فاضي في النص ولا حاجه. طيب تعالوا نبدا ندخل هنا على الشيدنج اللي هو عمليه التظليل. كده انا ظللت الايه؟ المكان ده كله باللون الاورنج. طيب امال انت كان دي اديتها لنا في الفيديو اللي فات اسمها ايه؟ دي اسمها تكست هايلايت. لو انا عملت كده اخترت اللون ده، هو عمل هايلايت على الكلام نفسه مش المنطقه نفسها. زي فاكرين كده زمان القلم الفسفوري اللي كنا بنعلم فيه الكلام اللي محتاجين اللي هنراجعه قبل الامتحان او كده. تعالوا بقى للمنطقه دي. دي بستخدمها في التيبلز يا جماعه، وانا مش هتكلم عنها دلوقتي لان انا هشرح التيبلز بالتفصيل الممل، ويعني خليك ان شاء الله تقدر تعمل كل حاجه انت عايزها بالتيبلز باذن الله. طيب تعالوا كده نقف هنا. لو انا جيت كتبت مثلا سي، انا في وسط الكلام، انا واقف عند كلمه، او خلينا هنا في المكان الابيض، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعدين عايز اكتب ايه مثلا؟ السلام عليكم بالانجلش. رحت عامل ثواني، انا هحاول اعملها غلط الاول بحيث اعلمكم الصح ايه. كده حاسين باي اختلاف؟ مفيش اي اختلاف. فانا وانا واقف هنا رحت قالب الكلام انجلش اهو، كده بقيت انا ايه؟ انجلش. ورحت كاتب السلام عليكم. شايفين ايه اللي حصل يا جماعه؟ اللي حصل ان الفقره نفسها اللي كانت تحت الشمال راحت ناحيه اليمين، وبكده عمل لي مشكله. يبقى بكده انا يا جماعه ما بقتش اقدر ادخل كلام عربي مع الكلام الانجليش، ودي بحتاجها كتير جدا.
طب حل المشكله دي في ايه؟ حل المشكله دي ان انت تظبط حاجه اسمها الدايركشن، اللي هي بتخليه هو تفهمه ان هو الدايركشن بتاعه الاتجاه بتاعه رايت تو ليفت، من اليمين للايه؟ للشمال. لو انت عملت كده هتلاقيه اتحول من اليمين للشمال. طب ازاي هو جه ناحيه الشمال؟ لان ده يا جماعه المحاذاه بتاعته، يبقى فرق لي قوي بين الدايركشن الاتجاه بتاعه من فين لفين وبين الايه المحاذاه. هو كده محاذي ناحيه الشمال، تقدر تحاذيه تاني ناحيه اليمين، لكن كده هو اتصلح خلاص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مفيش اي مشكله. يبقى كده ضروري وانا بكتب عربي اكون الاتجاه بتاعي من رايت تو ليفت. طيب تعالوا بقى نشوف الاقسام التاليه، وهنبدا شيفت كاف، هعمل النقطتين دول وانتر، وهبدا اكتب حاجات. القسم الاول، القسم الثاني، القسم الثالث، خلاص. وعايز القسم الاول والثاني والثالث يبقوا يبقوا بوليتس كده او نقط. هعمل سيلكت عليهم واروح على المنطقه دي وهعمل كده. واخدين بالنا ايه اللي حصل؟ طيب لو انا مش عايز البوليتس بالنقط دي هعمل كده وهبدا اختار الشكل اللي انا عاوزه وليكن ده. لو انا كمان مش عاجبني دول، بصوا يا جماعه الوورد بيديك اديتور فوق ما تتخيل، يعني برنامج تقدر تعمل بيه كل اللي انت عاوزه. بيقدر يديك حاجه كمان اسمها ايه؟ ديفاين نيو بوتلز. انت كل البوتلز دي مش عاجباك، اعمل انت واحده جديده. كل دول مش عاجبينك روح اختار بيكتشر. ممكن اروح اختار صوره يا جماعه، انتوا متخيلين كميه صور قد ايه؟ طبعا هو لسه بيحمل. بص ممكن اعمل كور، ممكن اعمل اللي انت عاوزه، اللي انت تتخيله ممكن تعمله، ممكن تعملهم كده لو انت حابب. شايفين كمية صور قد ايه؟ انا سامع طبعا الراجل بيقول افرض كل دول مش عاجبني. طب اتفضل بقى روح اعمل امبورت واختار الصور اللي انت عاوزها، نزل اي صورة على جهازك، صورتك انت الشخصية، واعملها كده. هتنزل لك هنا هتقول له اوكي، هيبدأ اوكي، هتنزل هنا صورتك كأنها ايه؟ بوليتس، لكن طبعا في الحجم الصغير. تمام؟ الهدف من الكلام ده ان اقول لك ان انت مهما كان التحديد والتخصيص والتظبيط اللي انت عايز تظبطه في الوورد، فهو بيسمح لك ان انت تعمل كل حاجه. طيب تعالوا بقى لو في حاله ان احنا عايزين البوليتس دي تبقى ارقام، هدخل كده واختار الترقيم اللي انا عاوزه، اذا كنت عايزه ترقيم كده ولا كده، ولا عايز اعمله اي بي 3 اي بي سي ولا اي بي سي كابيتال ولا الف ب ت، ولا عايز اعمله باللاتيني بالطريقه دي ولا عايز ايه بالظبط. طيب تعالوا بقى يا جماعه في حاله ان القسم الاول تحتيه ثلاث اربع اقسام كمان او مراحل، مثلا المرحله الاولى والثانيه والثالثه، هعمل انتر هيديني بقى اثنين، يبقى المرحله الاولى. انا سامع الراجل اللي عمال يقول لي بس مش ده اللي انا عاوزه، انا عايز القسم الاول المرحله الاولى والمرحله الثانيه يبقوا يعني كانهم متفرعين من القسم الاول. تمام كده؟ تمام. طيب هقف كده في اول المرحله الاولى وادوس تاب. ايه اللي حصل؟ بقى القسم بقت المرحلة الأولى كأنها متفرعة من القسم الأول. وأقف عند المرحلة الثانية برضه وأدوس تاب. بقى القسم الأول تحتيه المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. افترض يا سيدي إن المرحلة الأولى دي تحتيها مثلا يعني حاجتين فرعين كمان، هدوس إنتر وأقول له مثلا الفرع الأول، إنتر الفرع الثاني. خلاص؟ وبعد كده هقف عند الفرع الاول وادوس تاب، وهقف عند الفرع الاول وادوس تاب. يبقى كده المرحله الاولى تحتيها متفرع. طيب لنفترض ان الفرع الاول ده تبع الاقسام، يعني عايزه ياخد رقم يبقى رقم 2، يبقى شيفت تاب هترجع خطوه لورا، شيفت تاب هترجع كمان خطوه لورا. يبقى يا جماعه موضوع التدرج ده اقدر اتحكم فيه زي ما انا عايز بدون ادنى مشاكل. طيب حاجه اخيره، لو انت وليكن مثلا انا غير حاجه بس شويه حاجات في الارقام او في الحروف هنا، بحيث دي تبدا بحرف اللام، دي تبدا بحرف الف، دي تبدا بحرف القاف، وعايز ابدا اعمل تظليل لدول كده وابدا ارتبهم حسب الايه الحرف. هطلع فوق كده واقول له يعني حاجه اسمها سورت اللي هو افرز او رتب، هقول له اوكي. كده بدا حرف الف الاول، وبعدين حرف القاف الاول، وبعدين حرف اللام الاول، وهكذا. يبقى يا جماعه موضوع السورت ده بيرتب لي الكلام اللي انا عامله سيلكشن، بس هو ما جاش ناحيه حاجه من اللي فوق ولا من اللي تحت طالما انا مش مديهم سيلكشن. تمام كده يا جماعه اكون انا قدرت اخلص الجزء ده من الباراجراف اللي هو يهمني خلاص، من الباراجراف.
وان شاء الله في الفيديو، عشان بس ما اطولش الفيديو، في الفيديو التاني هبدأ اشرح الجزئية دي كلها ان شاء الله، وبكده نبقى خلصنا الهوم كلها. اتمنى يا جماعة تكونوا استفدتوا. انا ما زالت يعني ما زال ده اسمي، وده ارقام تليفوناتي اللي حابب يتواصل معايا يسألني في اي حاجة، ده الايميل بتاعي اللي حابب يرسل لي حاجة يا جماعة او ملف فيه اي مشكلة، وان شاء الله ارد عليه في اقرب وقت. وده برضو الفيسبوك بتاع اورنج ترينج سنتر، ده انا برضو برفع الفيديوهات اللي انا بديها في السنتر، بحيث ان اي حد يحب يستفيد منها يستفيد ان شاء الله. شكرا ليكم، واشوفكم على خير ان شاء الله المرة الجاية او الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.